أخف بينكم اليوم وبوعدكم بعيداً عن كل الشعارات الانتخابية والسياسية أنه سوف تبقى المختارة عنواناً لكلمة الحق للحرية للانفتاح للنضال المشرف. سوف نقف بوجه المبشرين بالجحيم وسوف نقف بوجه من يسعى لتدمير ما تبقى من مؤسساتنا وسوف نبني مع شرفاء من الله راد هالوطن من أول وجديد. ولو شو ما صار بالمستقبل لو ضلوا على العهد أو طار لو ضلوا على النظام السياسي أو طار لو خسرنا مقعد بالانتخابات أو ربحنا مقعد بالانتخابات لو شو ما صار بالحياة هالدار حيضلوا مفتوح للكل هالدار حيضلوا داركم.